اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله وباقي الفقرات. لكن الفقره اللي هتكون معانا دلوقتي هي فقره مع احد النقاد الرياضيين الكبار جدا في الوسط الرياضي. هنتكلم معاه في ملفات عديده وكثيره عن النادي الاهلي، سواء في الجزء الخاص بالنادي الاهلي والجزء الخاص ايضا بالكره المصريه والاتحاد المصري لكره القدم والخريطه المستقبليه. وكمان ممكن نتكلم معاه عن الاعلام الرياضي خلال الفتره السابقه والفتره المقبله. معايا مشرفني منورني الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ممدوح فهمي. استاذ ممدوح مرحبا بحضرتك. كابتن عمر اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ طيب ربنا كابتن منور. ده نورك انت يا جماعه. خلي حضرتك. طبعا في البدايه عايزين نبدا بالنادي الاهلي، ويعني اكيد لازم نتكلم على اللقب رقم 41 ولقب بطوله الدوري. وعايز اعرف بقى راي حضرتك، رايك في الدوري بشكل عام والبطوله الدوري رقم 41 بشكل خاص. بص، شاء من شاء وابى من ابى، الدوري ده ليه نكهه خاصه مختلفه. بس اي حد اهلاوي دايما كان عنده احساس ان الاهلي ايه يسهي كان شعارنا كده، شعار الاهلي كده يسهي كان. الاهلي دايما عنده، عارف انت التوليفه السحريه، واخد بال سيادتك، اللي هو ايه دايما كده باخر دقيقه انت حاسس انه هيكسب، ما تفهمش ليه، بس هو احساس. بس كان ده من زمان، من ايام الجيل بتاع والدك ربنا يديله الصحه يعني. هو الروح ده، هو ده الاهلي. فالاهلاويه كان عندهم احساس لغايه اخر ماتش الاهلي هياخد الدوري، بينه وبين بقى منافس دي 17 20 عد زي ما تعد، لكن الاهلي جاي. الدوري ده ليه خاصه، لان زي ما قالنا صديقنا العزيز وزميلنا الغالي يعني ابو حكيم ابو علم، قال لي الدوري المليار جنيه. حسب هو الراجل قاعد بقى يعد الفلوس دفعت، ابو حكيم عمال يعد يبص يعد في الاخر. قاعد يبص وصل معاك كام مليار في الاخر؟ فبقى لي دوري المليار ونص. قلت له مليار ونص حكيم. تمام. فده دي كانت مشكله الاهلي السنه دي، ان طبعا دول اولي كان الاهلي فيه غير موفق، طبعا كان محتاج تجديدات تدعيمات. مجلس الاداره بامانه عمل شغل رائع رائع رائع، كانت الكابتن المحترم كابتن محمود الخطيب قدر يعيد التوازن، قدر يعيد الاستقرار. انا دايما بقول ان الاهلي استقرار الاهلي، قياده الاهلي، روح الاهلي بتوصل اخر حاجه اسمها بطوله. 41 بطوله بقى كما يدعي البعض بالحلال مش بالحلال، هم بيتحاسبوا في الموسوعه. انا شايف بطولة. ان ده كلام سوشيال ميديا وكلام ملوش اي داعي مع كامل الاحترام. هو انا قلت لحد يتعادل مع حد؟ قلت لحد يخسر نقط قدام حد؟ يعني الكلام مش منطقي. انا دايما بحب الناس اقول لهم ايه، نحسب بالنقط. انا النهارده زعلت ان ليفربول خسر قدام مانشستر سيتي في كاس الدرع الخيريه، زعلت قوي. ليه زعلت؟ ليه؟ عشان محمد صلاح ده رقم واحد. انا من الناس اللي يعني ايه بحب محمد صلاح طبعا. وبعدين ده وجه مشرف، كان في بطلقه كده حاجه مع محمد صلاح وفرادات، لكن الفريق عمل اللي عليه والجمهور طلع بيشجع وفرحانين بيهم، ده شيء جميل. ما طلعش بقى مدرب يقول لك او حد يقول لك دوس ده الحكم عمل كام، ده مش موجود عندهم. لا محدش يقدر، ده نفس المنتاليتي والعقليه بتاعتنا ان شاء الله. والله انا غلطان. الحكم هناك عنده عزه نفس وعنده كرامه فظيعه. يعني عايز اقول يا كابتن عمر ايه، الناس تتكلم بمنطقيه عشان تعرف توصل. طول ما انت بتتكلم بمنطقيه تعرف تحلل، تعرف توصل لنتيجه. لكن تقعد تقول اصل الجدول كان متلخبط، اصل ادوا الاهلي السهل فالاسهل فالاصعب، فجه سؤال في الكيمستري صعب، اقول لا نعيد الامتحان من تاني. احنا بنهزر طبعا بامانه يعني. فانا بقول لك ايه المشكله في ايه، في يعني لغه حتى الحوار في تقييم البطوله مش لطيف. دخلت ناس من بره حتى استثمارات، ده شيء رائع. طالما بتنافس جوه الملعب وهي نفسك، وريني احنا ما حدش قال للاهلي خلي المنافس او غيره يخسر نقط، ده كلام محترم. ما حدش قال للاهلي يقول لك اصل في هدف احتسب تسلل وما اتحسبش، الكلام ده مش 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 يعني في اي حته في الدنيا ليك وعليك التحكيم. لكن الاهلي السنه دي لا، شابوه للاهلي، شابوه لعيبه الاهلي، شابوه لاداره الاهلي، قبل ده كله شابوه لجمهور الاهلي. جمهور على طول الخط، جمهور يا كابتن عمر حاجه جميله قوي. بقول لحضرتك لما تقعد مع حد تحس ان هو عنده ايمان راسخ ان انت البطل. يا راجل يقول لك اه هو الاهلي. فدي روح غريبه يعني، روح كده تحس انها بتخلي الطاقه عندك 10، ده غير الروح الشريره في حد تاني. انت روحك انت بتوصلك للقمه، هو ده اللي بنتكلم فيه، هو ده الاهلي. الاهلي اللي هو مع احترامي 8 بطولات دوري ابطال افريقيا، الاهلي كام بطوله كاس دوري ابطال كاس الكؤوس، كاس الاتحاد الافريقي، ده الاهلي. ده الاهلي اللي كان منتخب مصر 2006 2008 2010. بتكلم مع حد من الزملاء غير ذكر اسماء يعني، فقلت له الاهلي لما كان فايق المنتخب كان فايق. ونعد بقى الاهلي كان 2006 و2008 مين؟ مينيمم 10 في الاهلي موجودين، منهم 8 على الاقل اساسيين وعديناهم. قال لك لا ده مش بيعرف. قلت له لا، هي بتتكلم على نادي بيطلع لعيبه
قادره تقف على رجليها بتمثل منتخب. النهارده انا بتكلم في المنتخب عندي محترف مش عارف ايه ومحترف ايه كلهم مع احترامي فرز ثالث فرز رابع، لكن في ميعاد محمد صلاح طبعا ده فوق دماغنا. لكن بقى يقول لك الاهلي، انا بقول لك بامانه، لكن الاهلي لما كان 2006 2008 2010 اتفرج على الاهلي، اتفرج بدايه مع احترامي حارس المرمى حضري كان موجود بالي، نعد الحضري شادي محمد كان موجود في 2008، وائل جمعه، احمد فتحي، سيد معوض، محمد شوقي، ايوه بنتكلم عماد متعب، بنتكلم في ابو تريكه، بنتكلم في بركات في 2006 لما كان موجود. برافو عليك، خد بقى الاحتياطي كان موجود، مش دول اللي خدوا البطوله ولا حد تاني ولا كان حد بيجيب حد تاني غيرهم؟ فاحنا بنتكلم الاهلي العماد زيه زي الزمالك لا لا, لا جدال، بس هو الاهلي دايما هو البايونير، هو الرائد، هو الكبير، شاء من شاء وابى من ابى. طيب لو سالت حضرتك سؤال وقلت لك اصعب المحطات اللي الاهلي واجهها الموسم الماضي، هل حضرتك تفتكرها او ممكن نفتكرها مع بعض؟ بالنسبه لنا كانت عقبات كبيره، وكان النادي الاهلي سواء بيتفوق وبينتصر او سواء بيحصل له تعثرات وبيقوم وبيقف على رجليه وبيكمل تاني، وزي ما حضرتك قلت الاهم من كل ده الايمان من جمهور النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي القدامى واعلام النادي الاهلي وكل من هو ينتمي الى النادي الاهلي بره الملعب. تمام. عنده يقين وايمان ان الاهلي ان شاء الله هو البطل لا محال. تمام. الاهلي خسر قدام منافس شرس وشديد بيراميدز مرتين. دي بامانه عايز اقول لك عملت هزه، بس ما 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 فقدتش الثقه. دي كانت اصعب محطات بامانه. لما الفرق واسع بين الاهلي وبين الزمالك وبيراميدز بفرق نقط برضو الناس ما فقدتش الثقه فيها. الاهلي بدات الناس تشعر بان البطوله جايه الجزيره. سبحان الله، يعني قبل حياتك قبل كاس الامم اللي اتعمل فيها شغل رائع، وتحيه لكل الناس اللي قامت بالتنظيم بدايه من دكتور اشرف صبحي المدير المحترم مرعب، كل الناس اشتغلت فيها. الناس كانت بتقول لك لا ونكمل البطوله بعد كاس الامم ومش عارف، فاشاره ربنا ان حد يتصاب وحد يتعمل. اصعب مراحل للاهلي في الدور الاولاني، اصعب مع الاهلي لما خسر مرتين بميرابينز، والكل توقع وتنبأ ورا الكف ورا الغيب ان انت لا انت خارج الليله، الموسم ده مش بتاعك. مين اللي توقع؟ بعض الناس اللي هم اصحاب يعني اسف النظر القصير، يعني ما عندهمش خبرات كافيه في عالم كره القدم. عندهم يعني في حاجة ايه هو ولا ايه؟ ما عندهمش ثقه بامكانيات النادي الاهلي ما يعرفوهاش لسه. هي دي الرؤيه الفنيه مش موجوده، الرؤيه التحليليه مش موجوده، لهيك انت بتتكلم عن فريق كان بيجدد نفسه وفريق كان بيعاني من عدم استقرار في محترامي في لعيبه ما كانتش موفقه، اصابات تدعيمات. احنا ده الاهلي عاش يا راجل ايام تصحى الصبح يقول لك مستشفى الاهلي فيها 5 مصابين النهارده وزياره من 6 ل 9، تصحى تاني يوم يقول لك والله ده المستشفى زادت واحد، فتلاقي ناس عماله تقع وتكف. كتبنا احنا في الاهرام حاجات كتير قوي زي كده، كانت في لغز غامض في الموضوع ده. قال لك يا جماعه انتوا محسودين، الاهلي محسود، قال لك يا جماعه اذبحوا اي حاجه، الكلام بقى ده. لكن الاهلي لا، كان في عصره كبيره جدا جدا، اصابات وايقافات وسوء حظ وعدم توفيق وجهاز فني غير موفق، عارف حاجه كانت توليفه على بعض كده، كانت شوطه في الاهلي زي ما بيقولوا. لكن الناس اللي كانت متخيله بقى لك ايه؟ لا ده الاهلي كده خلاص عادي بره، خصوصا بعد طبعا الخمسه المغزيه اللي كانت قدام سان داونز. دي كانت كابتن عمر، لا دي كانت يعني جامده قوي، لان الاهلي عمره في تاريخ ما خسر النتيجه دي. اي مجلس اداره كان ممكن يفكر في رحيل المدير الفني بعد النتيجه الكبيره دي؟ بامانه، وانا قلت الجهاز الفني يا اما ما لسه ما عرفش اللعيبه وهتبقى كارثه، يا اما عارف اللعيبه ومش عارف يوظف تبقى كارثه اكبر. طب اسالك سؤال بامانه، هل حضرتك من الناس اللي كنت شايف رحيل مستر مارتن نصاتي في الوقت ده؟ انا ما اقدرش انكر. صح؟ ولا طيب. شايف لا. طيب لما بصيت على المدى البعيد ولقيت النادي الاهلي عنده استقرار فني، استقرار اداري، قدر انه يقترب من لقب الدوري العام، وفي النهايه حضرتك بقى بتقيم كناقد رياضي وكاتب صحفي كبير، تقييمك بيكون في اخر السيزون. الحته دي هل تتحسب لمجلس الاداره ان هو صبر وان هو عرف يدير الامور بشكل جيد؟ اكيد. انا بقول لك ايه في كلام قلت لك شابوه لكذا وكذا وشابوه للاداره. ليه؟ هو الاداره حسبتها زي قالت لك لو انا شلت لاسارتي بيكتب مدير فني جديد، يبقى انا يعني بالبلدي كده بتقول بلح الشام وانا باليم، معنى ايه؟ ما لو وقع هو يتحاسب، لو قامت هيبقى ده كويس، يعني حسابات كانت كده. ما لو جبت مدير فني يقول لك انا مش دعوه، انا مالي بقى، انت جبتني جديد، استنى بقى لعبان ما اشوف اللعيبه واشوف اقيمهم، لكن طب انت موجود وانا جبتك بالبلدي كده بقى شيل شيلتك دي بتاعتك. انت بقى تتحمل عشان لما تطلع النهارده لما جه الاخ اجيري الله يرحمه وطه مراح
وقلنا له شيل شيلتك، جت على دماغنا احنا، خد لعيبه مش لا تستحق. طب ما احنا استاذ ممدوح دورنا ان احنا نساند المدير الفني للمنتخب لغايه امتى؟ لحد ما ينتهي من يعني من الاختيارات اللي اختارها ويخلص البطوله سواء بالفشل او بالنجاح. رائع. احنا دلوقتي خلاص هو فشل الوعجيري، بننتقده. تمام. ليه بقى حضرتك؟ لان احنا لقينا نص خطر. انا عملت موضوع سيادتك في الاهرام وانتقدت عليه من دكتور اسامه غزالي حرب، كان منتخب مصر قبل كاس العالم، في زميلنا العزيز استاذ هاني عمل كاريكاتير يخدم على الموضوع ان كوبر اعمى وسحب وراه لعيبه المنتخب داخلين بيهم سيادتك كاس العالم. امال الاجري يبقى ايه؟ ما انا بقول لك ده اهو. فكتبت وكانت نظريتي في محلها ليه؟ نتائج كوبر في الوديات كانت نيله سيئه جدا، وده اللي حصل. فانت برضو بتبقى قاري بس انت بتنبه، فالمفروض ان في لجنه فنيه بتقعد مع المدير الفني، تعالى يا كابتن عمر تشتغل مدير فني، والله انت عندك عندنا كذا كذا كذا، بعرض عليك. لكن انا كاتحاد كوره وعندي لعيبه كوره مفروض انهم بيفهموا وليهم راي، واسيبك تخرب الدنيا؟ لا. طب هسألك سؤال دلوقتي، لو حضرتك في مدير فني موجود لمنتخب مصر حاليا وبيختار الاسامي، وكان في بعض التحفظات اللي موجوده من اللجنه الفنيه، نفترض ان في لجنه فنيه دلوقتي تراقب المدير الفني، وتم الاعتراض على استبعاد بعض اللعيبه واختيار بعض اللعيبه، مظبوط، يعملوا ايه في الوقت ده؟ يندم. انا في عندي مدير فني للاتحاد عنده صلاحيات. انا ما قلتش يتدخل. أيوة. انا كان واضح. ايوه اتحادك بترن جرز، يعني ايه يا كابتن ولا مستر ولا اي حاجه اللي هم جايبهم لنا دول؟ يا استاذ في عندك 1 2 3 دي رؤيتك؟ انا رؤيتي طب خلاص يا فندم، بس انا قلت لك في كشف حساب. صح. ما هو اي حد في الدنيا يا كابتن عمر لازم يتحاسب في حساب. ما انا ما اسيبكش بعد ما تغرقني وتعالى الحقني، الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ المفروض معاك جهاز فني مفترض بيشوف عينك، معاك برضو حد مصري واخد بال سيادتك برضو بيشارك مع حضرتك. هل وجود مصري مع اجنبي بيبقى دوره مهمش؟ لا مش بتكلم، انا مش بتكلم على في كل الاحوال، انا بتكلم لما بيجي بالجهاز الفني الثلاثه اربعه اللي موجودين معاه دول، هل الدور المصري بيبقى مهمش ولا على حسب كل مدير فني وعلى حسب شخصيه المدرب المصري؟ ممكن يكون شخصيه قويه وبالتالي يفرض رايه بس بشياكه وبطريقه فيها خوف ومصلحه على الفريق، ولا في بعض الاوقات ممكن بالبلدي كده يجي ياكل عيش فبيقضي الفتره اللي موجوده معاه؟ صدق انت حد جميل والله العظيم، والله انت بموت فيك انا حبيبي والله. هو من الاول بياكل عيش؟ جاي فادي، انت بتعمل جايد لاينز في الاول يا كابتن عمر، انت دور سيادتك مع الراجل 1 2 3 عشان سيادتك هتاخد مرتب. صح. لكن مش 1 2 3 تطلع في اثناء البطوله تعمل دخلات تليفونيه تعالى على المنتخب، مين قال ده؟ يعني مين يعمل ده؟ وهي تيجي تتكلم تلاقي المدرب العام سواء السابق او قبليه وقال لهم دور، وبعدين مثل الاقلاع ده الدنيا كانت خربانه واحنا سكتنا. يا صلاه النبي، مين قال كده؟ يعني مش لطيفه ان 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 احنا بعد ما يعني بعد ما مش المنتخب، المنتخب او الفريق يحصل له فشل ان احنا نطلع نقول ان يعني مش من السمات. انت صلاحياتك ايه؟ إن احنا انت نطلع نقطع في المنتخب بالظبط. انت جيت يا كابتن عمر جاي صلاحياتك ايه؟ مع الناس نعرف صلاحياتي 1 2 3. اصل انا يا استاذ ممدوح عندي كده، عندي راي، انا مع استاذ ممدوح في فريق واحد، الاستاذ ممدوح هو الليدر، فشل يبقى انا فشلت معاه اتحمل مسؤوليه، لكن رائع. ما اقولش استاذ ممدوح هو اللي فشل لوحده. جميل جدا. مين بقى بيقول انا اقف لغايه فين؟ فوت انا جاي بتعاقد مع حضرتك بقول لك انت دورك مع المدرب 1 2 3، مش مجرد انت تطلع تعمل مداخلات، مش مجرد تطلع مع احترامي بعد الدنيا ما تقع تقول ده احنا كانت الدنيا سايبه وفلان ما ينفعش قائد المنتخب فيرد عليك قائد المنتخب، اسلوب لا يليق. انت كنت فين من الاول؟ قبليها كابتن اسامه نبي نفس الحكايه. فانت جايب اما تجيب مدرب عام قوي، المدرب العام ده هو عينك جوه المنتخب، هو ايدك اليمين وايدك الشمال جنب المدير، فهو اللي بيقرا معاك. هو انت لما بتبص على يونج كلوب في ليفربول النهارده ماتش النهارده او جوارديولا مش في حوار بيحصل بينه وبين الجهاز؟ طبعا. امال ايه يا فندم؟ امال بيوصلوا ازاي كده؟ يعني الراجل مش لوحده بيتكلم. بس عايز اقول لك على حاجه، ان يورجن كلوب هو اللي جاي مختار جهازه. رائع. انا ما قلتش لا. عارف حضرتك يا استاذ ممدوح احنا بنتكلم في ايه؟ انا فاهمك. انا بتكلم في ايه؟ مع كامل الاحترام والتقدير لدور الاتحاد المصري لكره القدم، لكن الاتحاد المصري لكره القدم لا يسعى الى التجانس داخل الاجهزه الفنيه. لا يسعى. لا يسعى. يعني لا يسعى. لا يسعى. يعني انا شايف ان هم بيجيبوا 5
برافو عليك. مش متناسقين ومش متفقين مع بعض. ده انا اصفق ليك او بلغه بسنت بنتي قبل سير يا عمر. براحتك بامانه. لا اصل انت بتجي 10 10 انت بتحط نقط بس هتجيبهم بره، ما هو انت حد فاهم وابن حد فاهم فده بيريح. والله مش بجامل. طب هما ليه دايما لا يسعوا الى التنسيق؟ يعني اللي انا عارفه ان استاذ ممدوح لما يجي يجيب الجهاز الفني بتاعه في الاخر حاسبه، لكن ليه افرض على الاستاذ ممدوح ناس بعينها علشان خاطر ما هي تربيطات؟ ماشي، ما ده اللي انا بسال حضرتك عليه. حضرتك تعرف اكثر مني، حضرتك عندك خبرات اكثر مني، وبالتالي تقدر تقول لي هل ده في صالح الكره المصريه ولا مش في صالح الكره المصريه؟ بالتاكيد لا. بدليل حاجه، كابتن حسن شحاته مسك 2006 كان هو اللي جاب كابتن شوقي، هو اللي جاب كابتن حماده. هو احنا سيبنا كابتن حسن في حاله، كان في احد اعضاء مجلس الاداره ساعتها، وكان وبعد كده تولى منصب نائب رئيس نائب رئيس حاليا، يعني كان نائب رئيس الاتحاد، كان بيسعى حسيسا انه يخش مع كابتن حسن في صدام، واخد بال سيادتك، قالوا له جت توجيهات سيب الكابتن حسن يشتغل. احنا لينا مزاج كل واحد يطلع ياخد الشو. طب كل واحد يشتغل شغلته؟ لا. طب كابتن عمر بيطلع راجل مذيع ومحترم وحد شاطر، لا ممدوح ما يلاقيهوش ليه؟ ما ياخدش ليه يا فندم؟ انا عندي نقص بقى، عايز اعمل دور جامد جدا، وده مشكله الكوره بتاعت. هو حد بيقول يا فندم في اي حته في الدنيا سيادتك لفيت وشفت عندك خبرات، ابقى نائب رئيس اتحاد وعيد مجلس اداره اتحاد، اطلع ابقى شغال سعادتك مقدم برامج ومحلل برامج واخد بال سيادتك ومذيع برامج، وفي الاخر يعني بس في الاخر اعمل كبار تايمر، اطلع بعد كده. بس عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا بس عايز اوضح نقطه مهمه عشان بس لا يختلط الامر على المشاهدين، ان انا بتكلم على الجهاز الفني للمنتخب، الجهاز الفني للنادي الاهلي ليه كل الاحترام والتقدير، لكن النادي الاهلي دايما بيسعى الى توافق الكل ما بين مدير كوره، ما بين جهاز فني، ما بين مدير فني اجنبي. انا بتكلم على ان النادي الاهلي دايما بيضرب مثل في الاحتراف وبيضرب مثل في المنظومه الاداريه الناجحه. ابدا ما فيش حد عضو مجلس اداره في النادي الاهلي بيتدخل في تشكيل جهاز معين ولا في قطاع ناشئين ولا اي شيء. كابتن محمود الخطيب او لجنه الكوره هي اللي بتكون مسؤوله بعد التشاور وبعد التنسيق، بيطلعوا ياخدوا قرار واحد اثنين ثلاثه ده لصالح النادي الاهلي. لا بيطلعوا يتكلموا ولا بيطلعوا ينتقدوا، ولا بنشوفهم ان بعد كل مباراه حتى لو حصل زي سان داونز دي كانت كارثه، محدش طلع اتكلم ولا اي حاجه، كان في قرار. احنا هنا في القناه اتكلمنا بس، لكن ما كانش فيه في مجلس الاداره ما حصلش حد بيتكلم ابدا، بالعكس كانوا بيساندوا الجمهور وبيقولوا ان الجمهور ليه حق ان هو يكون زعلان. صح، لكن وخدوا موقف، حضرتك عارف قالوا في خصم من عقود اللاعبين. صح، حصل. صح، ما هو ده انا كجمهور او اي حد جمهور بيبقى عنده ايه؟ ايمان ان انت عندك ردع للاعبين، فبالتالي لعيب يفوق. هو دي سبب نجاح. النجاح يعني ايه؟ في انتظام، في نظام، في انضباط، في ضبط وفي ربط. لكن سمك لبن طمران دي في الاخر هتجني ايه؟ ولا حاجه. وده اللي حصل معانا في الكره المصريه. لكن الاهلي بيضرب مثل في الانضباط، في الالتزام، حصلت دروب في سان داونز، انا كمدير، انا كاداره لا بقى اقول في دروب، عمل اجتماع مع لسارتي في كذا كذا كذا، في عقوبات على اللعيبه، اللعيبه تقبلت هذا الكلام، لكن ما حدش تعلق. لكن في انضباط، في سيف شغال، بتجيد بتكافئ، بتخطأ بتعاقب، هي دي الإدارة، ده اللي بتكلم فيه. سبب نجاحك هو ده، لكن ده ما بيحصلش في منظومة الكرة بصفة عامة. بدليل جدول الدوري بتاعك الموسم اللي فات كان في منتهى السوء، شوية تحت وشوية فوق، شوية من أسبوع 17 شوية من أسبوع 30، ممكن حد عارف حاجة؟ هل حضرتك شايف الموسم الحالي والقرار اللي طلع او الصوره اللي انتشرت الصبح على مواقع التواصل الاجتماعي وبدايه الكره الموحده في الدوري المصري، هل حضرتك شايف ان هي يعني نبص شويه للايجابيات ونص الكوبايه المليان زي ما بيقولوا، هل حضرتك شايف ان دي خطوه يعني الى حد ما كويسه؟ بص، توحيد كره القدم لكل ماتشات الدوري العام. حلو، ده قرار هنحاول نجيب لحضرتك الصوره وللساده المشاهدين. كوره عليها العلامة الخاصة، العلامة التجارية المتعاقد مع الاتحاد المصري كرة القدم، تمام. وعليها شعار الاتحاد المصري كرة القدم ونجوم كأس الأمم الأفريقية لمنتخب مصر اللي حصل عليها في أفريقيا، وبالتالي هيجبر كل الأندية إن هي تلعب بكورة واحدة أسوة بالدوري الأسباني، الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، إنه في كورة موحدة لكل الأندية علشان شكل البطولة يبقى يليق بتاريخ الكرة المصرية. دي خطوه طبعا يعني حاجه صغيره بس لازم نشيب بيها، بس لازم نشيب بيها، ليها مدلول، ليها دلاله. صح، وده شراء. انا يهمني زي ما يعني حاج عامر حسين الله يديله الصحه في اول موسم اللي فات قال لك الموسم ده استثنائي، فالناس تقبلت كما هو، لكن الموسم ده اتمنى ما يبقاش استثنائي، ما يبقاش استثنائي خلاص بقى، مش كل ما يحصل حاجه ده استثنائي. لا، انت ما عندكش مؤجلات، انت حكمت مشاركه الانديه في البطولات العربيه
البطولات الافريقيه بقى في سيستم، عندك جدول محترم، ما يطلعش حد يتحجج بالجدول، ده اهم حاجه عندي. في مؤجلات يبقى مؤجلات لظروف قهريه، جو، اي حاجه زي كده. طب عايزك سؤال، اتفضل. ليه دايما لحد دلوقتي النادي الاهلي هيلاعب بيراميدز 17 او 18؟ ليه ما يبقاش يوم 17 لا بس؟ أعتقد لا انا بتكلم على بتكلم على القرارات اللي كانت، او هنلاقي الفتره اللي جايه، او تمام. كان في دي طبعا الكوره اللي كنت بكلم حضرتك عليها، دي الكوره الخاصه بالدوري المصري، عليها شعار الاتحاد المصري لكره القدم، وعليها عدد النجوم اللي منتخب مصر فاز بيها ببطولات الامم الافريقيه، وبالتالي عليها ايضا او هي علامه تجاريه خاصه بالاتحاد المصري لكره القدم بعد ما فسخ التعاقد او بعد ما انتهى التعاقد مع الشركه الراعيه اللي قبليها. وبالتالي الكوره انا شايف ان هي خطوه حتى لو صغيره، لكن خطوه ايجابيه محترمه تدل على ان بدا يكون في فكر تسويقي. صح، بص عليك، ده فكر تسويقي، وانا اعتقد الكابتن حماده زاهر مدير التسويق في اتحاد مصر لكره القدم هو اللي ممكن يكون طرح او اقترح الفكره دي على اتحاد مصر لكره القدم، واعتقد انهم موافقوا على طول. لكن عايز ارجع لكلام حضرتك، هل ممكن اتحاد مصر لكره القدم يعني يستغنى عن كلمه او، يبقى يوم 17 ما يبقاش يوم 17 او 18؟ تمام، هو بيتحكم فيه طبعا الدواعي الامنيه وده مهم، بس هو لو حصل تنسيق، وده اللي وعدنا بيه الدكتور اشرف والمسؤولين ما بين الاتحاد الكوره والجهات الامنيه، الدنيا هتتحدد. صح، خصوصا ان انت منظم الحاجه كده، انت ايه عندك دوري ابطال افريقيا، عندك كونفدراليه، عندك دوري ابطال العرب، كل شيء محدد. وبالتالي انت لو هتلعب في الجدول في اطار ان انت تقول لا هنعمل الجدول بناء على كده، يبقى انت كانت او دي هتنتهي، خصوصا ان انت عندك سوبر، السوبر المصري هيبدا طبعا الموسم الجديد بيه، وبعديها هيبقى الاهلي والزمالك سوبر مصر، وبعد كده الدوري. فاعتقد دي يعني تدريجيا هتتلاشى، خصوصا الموسم ده لا في كاس افريقيا عندي ولا عندي كاس امم، واخد بالك، وتصفيات كاس العالم وتصفيات كاس الامم الافريقيه متحدده، وبالتالي الجدول عندك ثابت. فانا في اعتقادي ان ان شاء الله ان شاء الله، او دعنا نتفائل زي ما بيقول، ان لا الجدول السنه دي اعتقد اكثر انتظاما، على الاقل يعني هيبقى ملامحه شبه ثابته، مش هتلاقي اسبوع قبل اسبوع دي استحاله تحصل. واعتقد الانديه كمان هترفض الكلام ده، يعني بعد اللي حصل الموسم اللي فات ده، وبال سيادتك خصوصا طبعا ده في ثلاث انديه هبطوا رافعين قضيه على الاتحاد طالبين بالغاء الهبوط. صح، ولو انت رجعت تقول لك انا اهبط ليه؟ اذا كان ده موسم استثنائي، وانت اللي قلت مش انا اللي قلت، والجدول مختلف، فخلاص يبقى انت اللي تشيل مش انا اللي اشيل. فاعتقد وان شاء الله يعني انا متفائل، خصوصا طبعا يعني يعني كلمه سياده الرئيس وتدخل سياده الرئيس، وان هو قال يا جماعه عايزين منظومه رياضيه متطوره، اعتقد تخلي الناس تشتغل، تخلي الناس تفضى لهذه المنظومه الرياضيه. خلي بالك حضرتك ان الرياضه ولا سيما كره القدم بتمثل، اقول لك، واجهه لاي دوله في العالم، ومصدر دخل اساسي لاي دوله في العالم. انت بتتكلم في 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 صناعه، بتتكلم في لعيبه محترفه، بتتكلم في عمله صعبه، بتتكلم في 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 شعبيه، بتتكلم في جماهير، يعني عندك مع احترامي موال كبير جدا 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 مكسبين. هل انت النهارده كام صدرت كام لعيب محترف يا كابتن عمر لغايه النهارده؟ شوف انت حياتك طلعت من كاس افريقيا بايه وخرجت منه بايه؟ ده حقيقي. بس انت ايه مكاسبك وخسايرك؟ انت النهارده كام عندك لعيب محترف طالع؟ ولا لعيب النهارده الولد اللي هو بتاع الجزائر مضى خمس سنين، مضى خمس، لا لا مش رياض محرز، يوسف عبد الناصر او محمد يوسف، اللي راح اسم ميلان خمس سنين مع ميلان، اسم ميلان وده نادي محترم. مين عندك النهارده طلع من المنتخب؟ ما دي برضه انت بتتكلم فيها، ما الحسبه كده يعني، يعني جيل بتاع 90 حسام وابراهيم حسن وهاني رمزي وكان معاهم مجدي طلبه، كل دول احترفوا. انت طلعت من كاس العالم، مين عندك لعيب احترف؟ في حاجه زادت عليك؟ بنتكلم، لا مفيش، احنا عندنا اللعيب الوحيد اللي احنا دايما فخورين بيه ودايما بندعمه محمد صلاح. مين تلعب بقى في الجيل اللي بعديه؟ بس لا عندنا عشان ما ننساش، عندنا محمود حسن تريزيجيه راح لاستون فيلا من خلال بطوله امم افريقيا. بس تريزيجيه اوريدي كان محترف، بس النقله حلوه. هل انت عندك لعيب تاني في الدوري الانجليزي؟ لا مفيش. بس احنا بنتكلم كده، يعني انت في كاس العالم ما طلعتش منتج تستفيد بيه، وفي كاس امم افريقيا كل المنتخبات اللي راح هنا واللي راح هنا عرفوا يسوقوا نفسهم، خصوصا البطوله حضرتك عارف دي اول مره تكون في الصيف. صح، كان الماركتنج اللي هو سوق التسويق والانتقالات كان شغال. انت طلعت مين؟ انت طلعت مين؟ انت كسبت ايه؟ ولا اي حاجه. فالنهارده انت بتتكلم في مرحله جايه مطلوب فيها اهتمام، مطلوب فيها توسيع القاعده، مطلوب فيها تشجيع الاحتراف، اي لعيب كويس عندك مميز جاله عرض كويس مشيه يا اخي، انت تعادل ايه جنبك؟ بحياتك. فاحنا دعنا نتفائل بس المرحله الجايه. طيب تعالى نروح لملف تاني سريعا علشان الوقت بيجري بسرعه استاذ ممدوح، وعايز اعرف راي حضرتك في قضيه الاعلام الرياضي في مصر. هل حضرتك تقييمك للاعلام الرياضي خلال الفتره الماضيه
من خلال كل يعني كل الانتماءات، اهلي وزمالك اسماعيلي، استوديو تحليليه، ناس القضايا ناس بتتكلم فيها، هل في تعصب وناس بتتكلم، هل في احترام، هل في يعني تكافؤ في الفرق بينها وبين بعض، ولا في شويه تحامل وفي شويه انحيازيه لبعض الفرق وبعض الاشخاص داخل منظومه الاعلام الرياضي؟ احنا للاسف محتاجين وقفه مع الاعلام، وقفه كبيره قوي. اسلوب التناول واسلوب التعامل مع الاعلام للاسف كل واحد طالع عشان يجامل النادي اللي بينتمي ليه. حتى المراسلين في الصحف، ما تيجي تقرا حتى انت عايدك في الصحف هتلاقي كل اللي يهم المراسل رئيس النادي واعضاء مجلس اداره، ودي الكارثه بتاعتك. انت لو بتكتب بحياديه او بتتكلم بحياديه براي محترم، انا ما شفتش مثلا في اي محترم في اي جنان اجنبي ولا في اي قناه اجنبيه حد يطلع بيتكلم بالطريقه دي. انت عندك نقد اطلع انتقد بس باسلوب منطقي، لا انت بتطبطب على حد ولا انت بتجامل حد. حتى لو انت عندك خطا، حتى في الاهلي لو في خطا تطلع تنتقد باسلوب هادي، لكن الاعلام بشكل عام لا، محتاج وقف. يعني اعتقد يعني اتمنى لجنه الاعلام المحترمه واستاذ مكرم محمد الاعلام واللجنه اللي هي العليا للاعلام دي لازم يبقى في معايير ويتم الالتزام بيها، وان يخطئ يعاقب، من يخطئ من يخطئ يعاقب، يوقف بقى يتعرض للمساءله. لكن انت بتتكلم في ملايين بتسمعك، ملايين بتشوف انت بتقول ايه، انت بتاثر فيها، انت عندك فيسبوك وعندك تويتر وعندك موال، عندك كل ده بيستمع منك. لو انا كشاب وطلعت لقيت حياتك متعصب للاهلي او متعصب للزمالك، طب ما انا هتاثر بيك، ده هينعكس على ايه؟ على المدرجات والجماهير. طب ما انت الموسم الجاي بيقولوا فيه جماهير، لما اطلع لساتك بتشحنني وتقول لا ده انا مظلوم والنادي ده مظلوم والحكم ده ظلم، هروح الملعب اعمل ايه؟ شوف المشهد النهارده بتاع ليفربول ومانشستر سيتي، شوف جماهير ليفربول طالعه ازاي؟ ايه الاحترام ده؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الاناقه دي؟ ايه الناس دي؟ هو دول بشر واحنا بشر؟ ما هو هناك عندهم في رولز ماشيه، ده غلط بيتحاسب، ده صح بيمشي، في نظام. دخلت بتبص على الملعب مفيش امن، مفيش عسكري او حد، لا كله امن عادي، الناس كل واحد عارف مكانه ايه، الناس بعد حتى ليفربول هم طالعين محدش احتك بحد، كله انبسط، كله انا رايح بيقولوا كده رايح اتفسح، رايح اغير جو طبعا، فانا رايح باحترامي واطلع من الملعب باحترامي. لكن انت عندك تلاقي في منابر اعلاميه لا تسخن وتعلي التون، ويقعد يقول لك بقى يقعد يبرر الفشل باسلوب محترم يثير الجماهير، يبقى النتيجه ايه؟ صدام، انا جاي لك وانا مشحون، فاي خطا ولو وارد من حكم او من اي لعيب اخر اتفرج بقى على الدنيا انت بعمل ازاي. طب هل يوجد وعي للجمهور؟ المفروض ان يعني المنابر الاعلاميه تكون حريصه ان هي توعي الجمهور من اي تعصب او من اي شخص يحاول اثاره فتن، زي ما انا قلت الجمهور بدل ما يروح مشحون يروح يتبسط، يكون عارف ان هو في حاجه هتبسطه هيتفرج عليها. هل حضرتك شايف ان الاعلام لابد من ان هو يتكلم في الجزئيه دي او في الحته دي، يعني او يقود حمله لا للتعصب ضد اي شيء في ملاعب كره القدم؟ تمام. الانجليز فتره الثمانينات وحضرتك فاكر وخدت سان كده كان عندهم مجموعه اسمها هوليجنز. طبعا الهوليجنز حاجه صعبه قوي يعني. يعني عارف ايه اللي هم عالم سوري في اللفظ عامل زي الخرس، تحس يتخانقوا بين وشهم. همج. همج يعني انا اسف يعني. فلا سابوهم في الاول قال لك عادي جماهير عين بقى بيتعصبوا شويه يشربوا الستين البيره وبتاع وبعدين الدنيا تبقى كده لطيفه. لا الدنيا بدات تتصاعد. ليه بقى؟ مع الشحن مع كذا لغايه ما حصلت كارثه استاد هيسل. سيادتك اكيد تفتكرها. فبدات لا بدات الدنيا بقى تتغير، لا تعالوا بقى. فالمشهد بتاع النهارده بتاع المان سيتي وليفربول لو قعدنا فيه 84 استاد هيسل لا الدنيا متغيره. هو في اكيد تعصب في كره القدم لكن في ليميت. تعصب لا يؤدي الى صدام. مش كارثة. الصدام ايوه كارثة. الكوارث بس عشان كده اللي بنتكلم فيه مش عايزين التعصب يقود الى طريق مقفول او طريق مسدود وفي الاخر نلاقي بقى فيه وفيات وفي ضحايا وفي زعل. طب ما من الاول انا هكسب ايه كمشجع لما اعمل كده؟ ولا حاجه. انا سيادتك راح اتفرج على ماتش، سيادتك بتلعب كابتن فلان بيلعب، راح اتفرج وهشجع النادي بتاعي زمالك اهلي راح اتشجع. طيب هل انت تعصبك ده واسلوبك محترم اللي هو الخارج عن النص هيعدي النتيجه جوه؟ لا مش هيعدي النتيجه. هيخلي فريقك يكسب؟ استحال. مش هيحصل. فلكن انا ما رايح انا رايح نزهه، رايح اتفسح وبس سيادتك وراح انبسط، يبقى انا رايح. في عدم توفيق حصل خلاص. ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل يا فندم. دلوقتي لو قاعد احنا قاعدين في البرنامج وبنتكلم على النادي الاهلي وبنتكلم على قضيه الاعلام الرياضي، هل حضرتك دلوقتي لو نادي الزمالك او نادي الاسماعيلي او نادي المصري او اي نادي من الانديه المصريه قدوا اداء جيد قدام النادي الاهلي هنطلع هنقول ايه؟ هنقول تحيه لنادي الزمالك او الاسماعيلي واداء مش هو انا هعكس غير الواقع؟
هو حياتك انا في قناه عند حضرتك مطالب مني اعكس حاجه شفتهاش. لا طبعا بس انا قلت لك ايه كده، ايه المشكله لما اطلع اتكلم كويس عن النادي اللي كسب؟ ده حقه يعني، يعني الاهلي والزمالك، الاهلي كسب، لو كان الزمالك كسب المباراه كنا هنطلع نقول الزمالك كسب المباراه بسبب 1 2 3 ويستحق المكسب مثلا. بالظبط، ما انا بتكلم في كده علشان ما نقولش بس كلام. ده بقى النقد الموضوعي. ما انا بتكلم في حاجه، في ايه؟ ما اطلع في قناه يا اما اتكلم كلام موضوعي احط نقط في الحروف كده، يا ما اتكلمش، يا اما اقول كلمه يعني مع احترامي كلمه يعني تفيد الناس، يا ما اقولش. لكن اطلع اقول لا ده الحكم في الحته دي الجول مش اوفسايد، اصل صباع رجلي الصغير كانت مش اوفسايد وصباع رجله الكبير هو الاوفسايد. ده بنهزر احنا بقى؟ لكن انت فريقك يستحق النهارده ليفربول الشوط الثاني. مش ممكن انفرادين لصلاح، مش عارف الولد الثاني بتاع بلجيكا ده الاسمراني ده اللي هو رقم 15 ناسيه انا الولد، اوريجي برضه ضيع جولين، فعارف انت يعني. لكن الجميل طلع ايه؟ ولا حاجه. وعين بيسجلوا معاهم في القناه اللي واخده حصريا بتاع بتوع مانشستر سيتي، فدخل جميل ليفربول بتتكلم في وسط اللقاء وبتشجع ليفربول. ايه ده؟ ايه الجمال ده يا عم؟ ايه ده؟ ايه الحضاره الاوروبيه ده؟ طب شفت السوبر الالماني امبارح بايرن وبروسيا دورتموند؟ ايه يا راجل ده؟ شفت برضه بتاع، شفت إيه الراجل ده؟ الجمهور واللعيبه إيه والحلاوه والجمال اللي موجود في الملاعب. احنا ما بنتعلمش ليه؟ انا هيجنني، انا كجمهور مصري، انا شباب مصري، انا هشجع زمالك اهلي وبتاع، شجع ليه دايما نظريه المؤامره عندنا؟ يعني ليه عندنا لا اصل احنا المقصود يكسروا الاسماعيلي، اصل المقصود يهدوا الزمالك، اصل مصر. مين قال كده؟ يعني احنا فاضيين في مصر عشان نهد الزمالك والاهلي؟ احنا فاضيين كده يعني؟ البلد مشاكلها خلصت فاضلاش الاهلي والزمالك؟ ده كلام طبعا. انا عارف في الغريب في الموضوع ان احنا قناه النادي الاهلي من 2008 وطبعا يعني طبعا يوم الثلاثاء عيد الميلاد القناه اللي هيكون رقم 11 سنه على التوالي، قناه الاهلي دايما موجوده ومنوره، اول نادي في مصر وفي افريقيا والشرق الاوسط يكون عنده قناه خاصه بيه. لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا عمرنا ما اتكلمنا بالسوء او اتكلمنا بالسلب او اتكلمنا باي تعصب على فريق منافس، بالعكس احنا لما الاهلي او فريق النادي الاهلي فنيا يكون غلط بنطلع ننتقد وبنقول النادي الاهلي غلط 1 2 3 4، نقد بناء، نقد يساعد اللعيبه ان هي تبقى كويسه في اللقاءات اللي بعد كده. لكن بقى الغريب بقى حضرتك ان ايه يعني تلاقي يعني بعض مقدمين البرامج وبعض المحللين ان هم يطلعوا يتكلموا بشكل غير صحي، بشكل سلبي على النادي الاهلي، بشكل لا يفيد الكره المصريه، الاهلي والزمالك قطبي الكره المصريه، وبالتالي احنا لازم الاثنين دول هرمين كبار جدا في مصر، فلازم ان احنا نبني علشان يكون عندنا منتخب محترم، يكون عندنا جو صحي رياضي يعني يليق بدوله مصر وسمعتها. عشان كده بقول لحضرتك ان الملف الاعلام الرياضي ده ملف مهم جدا، لازم يكون فيه اهتمام بيه اكتر من كده علشان خاطر نوعي الجمهور، واحنا اللي دورنا قدام ربنا صح. الجمهور المحترم ده ما يكونش عنده تعصب، ما يكونش عنده اي ضغينه بيشيلها لاي فريق او اي اسم، او في الاخر بنتجمع تحت اسم مصر. بالظبط كده. انت بتقدر تعمل ده كله عشان خاطر ايه؟ عشان يطلع لك منتخب محترم ينافس بره، عشان فريق عندك يبقى كويس او كاس افريقيا. يعني احنا يعني يبقى سعداء لما الطاجي خد دوري ابطال افريقيا؟ اكيد لا. لكن يبقى كنا سعداء لا الزمالك خد الكونفدراليه. لا من خلال قناه الاهلي بنكون مبسوطين جدا يا جماعه لما الزمالك في افريقيا بيحقق نتيجه ايجابيه او اي نادي مصري اخر، علشان في الاول وفي الاخر هو بيلعب باسم مصر. مش هنضحك على بعض، واحنا اكيد نتمنى فوز النادي الاهلي واكيد لو نتمنى الاهلي مشارك تفوق النادي الاهلي، لكن لو النادي الاهلي مش موجود يبقى فريق مصري. لا نتمنى زمالك. التوفيق لنادي بالظبط الزمالك. وانا النهارده انا هكسب ايه لو زمالك او المصري او الاسماعيلي في افريقيا ما كسبوش؟ انا كاهلي هكسب ايه؟ ما خلينا نتكلم بالعقل بس، يعني الاهلي مش هيقول لك هنكسب ان الانديه المنافسه للنادي الاهلي على لقب الاكثر تحقيقا للبطولات الافريقيه ممكن نادي يبدا بطولاته تزيد فينافس الاهلي مثلا. الشاطر يوليني نفسه يعني حضرتك ايه؟ انا بسالك وبقول لحضرتك النادي الجمهور او ازاي عقليه المشجع بيفكر بيها في سؤال حضرتك. اللوجيك يعني ايه؟ المنطق بيقول ايه؟ بيقول ان حضرتك خايف نقرب منك، طب ما تشد عيلك انت. يعني انت يعني كل هدفك انت توقفنا انا ده بالعقل بقى كده، وانت تقف زي ما انت، طب ما تتقدم انت. يعني احنا زعلانين عشان منتخب مصر ايه؟ وانا حمدت ربنا ان الكاميرون خرجت مثلا او ونيجيريا مثلا ما خدتش، ليه؟ انت زي ما انت 7 بطولات فما حدش قرب منك، لكن شد انت حيلك في البطوله الجايه، لكن مش هتقول اه مصر عندها 7 بطولات ان شاء الله البطوله الجايه ربنا يستر ما حدش ياخدها تاني. يا فندم ما تشد انت حيلك. يعني الاهلي اوكي اكثر تطويرا كل حاجه، طب الاهلي يفضل زي ما هو كده ما يخش بطولات؟ واقول لا بس يا رب الاسماعيلي يتهد يا رب. ده كلام منطقي؟ لا طبعا لا. يعني قبل ما تبدا تتمنى الشر للاخرين اعمل انت الخير. فالمعادله كده، لك انا هكسب ايه لو الاسماعيلي او المصري اخد الكونفدراليه السنه دي او الزمالك او كذا ما كسبوش؟ لكن الاهلي موجود خلاص، التنافس شريف. لكن انت بتتكلم فعاليه، انت بتلعب فعاليه صعبه جدا، عاليه شباب مع احترامي بتتاثر بسرعه. انت كعمر ربيع ياسين ما حفظ الالقاب او اي اعلام محترم، انت بتوجه ملايين.
كلمتك بتاثر. لو تقال لك قال لك البرنامج الفلاني قال كذا، انا كشباب او بتاع يوه تقوم الدنيا لما اوصل معلومه ان الزمالك او الاسماعيلي بتاع عليهم مؤامره، انا كمشجع ابدا اتشحن. يجي الحكم يخطئ في القرار او الاتحاد ياخد قرار، اقول لك شفت ده كلام غلط، ده كلام مصيبه سوداء، انت بتوصلني في حافه كارثه. لكن انت تقدر تشد حيلك، ربنا يوفقك، كنبه خدت الكونفدراليه وانا مش مشارك، شيء يسعدني. انت فريق مصري في الاول والاخر، يعني لو خد حد بره بطولات يعني لا قدر الله اكتر من الاهلي، ده يسعدني اكتر من الزمالك. يعني ده كلام يعني واحد. يعني معلش يعني اصحاب طيب. العقول يعني في اجازه. تعال حضرتك نروح بسرعه يعني السؤال الاجباري دايما اللي بيصدر فيه ضيوفي اللي بيكونوا موجودين. لا. الملف الخاص بالمدير الفني لمنتخب مصر، ترشح مين لتدريب منتخب مصر او مين الاسامي اللي حضرتك ترشحها للمنتخب الوطني بدون مجاملات بدون تحيز، وفي نفس الوقت ليه حضرتك اخترت الاسامي دي بناء على سمات شخصيه فيهم عامله ازاي تقدر تقود بيها منتخب مصر؟ جميل، لازم الاول نتفق ان الحمد لله بعمير وده يعني ساتاز برضو اكد على الكلام ده ان المدرب الوطني هو الافضل والانسب لهذه المرحله. تمام. وسبحان الله كل انجازاتنا مع المدربين الوطنيين ابتداء من كابتن جوهري الله يرحمه مرورا بالكابتن حسن شحاته، وطبعا ربنا يديله الصحه كابتن ربيع ياسين جاب كاس افريقيا الشباب، كابتن شوقي غريب ايضا في الجزئيه وايضا لما تتويجوا بلقب بطوله افريقيا ايضا يعني الحمد لله. مفيش بقى مدرب اجنبي سمع معانا قوي تقريبا مايكل سميث 86 في حد تاني؟ لا وكوبا طلعنا بالكاس العالم بس بعد جابنا القلب الضغط والسكر صح كده؟ وازمات قلبيه. فانت لو هتتكلم هتتكلم اسماء المطروحه مين؟ كابتن حسن شحاته مظبوط، كابتن حسام حسن، كابتن ايهاب جلال، كابتن ربيع ياسين، وكابتن طارق العاشري، وكابتن حسام البدري. تمام. لو بصيت على البطولات انت كابتن حسن شحاته فده نحطه على راس الايه؟ الاختيارات. اختيارات مش كم انا يعني كابتن حسن حتى على الاقل يبقى رئيس جهاز، عارف حضرتك هو ايه؟ ممكن يكون مشرف عام على المنتخب مشرف فني. فني ده وجهه نظري انا. تحط بقى تحتيه بقى ناس يعني عارف حضرتك ايه واخدين بطولات، يعني ايه واخدين بطولات يا كابتن عمر؟ طيب كنت لعيب يعني وليك خبرات اكتر مني في الجوله. عنده روح البطوله يعني في افريقيا ليه صوابع ودايس زي مين؟ كابتن عمر، كابتن ربيع واخد بطوله افريقيا. عند حضرتك كابتن طارق العاشري واخد بطولات مع عندنا بص حضرتك عندنا كابتن طلعت يوسف كابتن طارق العاشري كابتن ايهاب جلال. انا بتكلم على ايه؟ انا بقول لحضرتك لا انا بتكلم على المدربين اللي مسكوا كاس المسكو ده اللي هم عندهم نزعه بطوله. لا لكن على ورق وبتاع وان انا اصرخ وازعق في الملعب دي ما تلزمنيش. انا عاوز مدرب مدير فني خبراته انه وصل مرحله التتويج فده طعم التتويج. زي النهارده اسمه ايه بتاع مانشستر سيتي جوارديولا. جوارديولا حضرتك بتنساه مش عارف ليه، مش عارف احسن مدرب في العالم احسن زي تنساه. هقول لحضرتك جوارديولا انا يعني انا متابعه من ايام برشلونه انا عارف بموت فيه يعني عارف. يعني اول ما اخترع تيكي تاكا بيب جوارديولا حاجه فظيعه وكان بيشتغل قبل كده في قطر وبتاع كنت تابعه هناك نجيبه للمنتخب ايه ده ايه ده تقدر تامنه هجيبه لعيبه زي هجيبه لعيبه انت زي اللي عنده الرئيس حسن طبعا ودي وفعلا كلمه الرئيس دي كلمه حق لان انت مش هينفع معاك مدرب اجنبي انت محتاج مدرب وطني يجيب لك من تحت بقى كل نص المنتخب بتاعك ده محتاج يتفور مع احترامنا ليهم نصه محتاج يتفور طيب. نرجع طب نرجع للسمات الشخصيه للمدربين والاسماء واحد يكون عنده خبره بطوله يعني وصل لخط التدريب ده تتويج ده لازم يعني حضرتك بتقول ان كابتن حسن شحاته ممكن يبقى مشرف فني على المنتخبات لكن لو تم ترشيحه كمدير فني هل حضرتك شايف انه ممكن ينجح في المهمه بنسبه بامانه بنسبه لا يقل عن 70%؟ ليه بقى؟ هينجح ان شاء الله باذن الله. كابتن حسن واحد من الشخصيات المحترمه جدا واحد من الشخصيات اللي بنعتز بيها وعلى فكره سبب من اسبابه ان هو نجح مع منتخب مصر قبل ما يكون مدير فني قدير هو عادل في اختياراته جدا عادل في اختياراته. انا حكيت لك التشكيل عامل ازاي. انا بقول لحضرتك والله فعلا محمد حمص بتاع الاسماعيلي كان مين يعرفه؟ ما جابه ده وجاب جون في ايطاليا صح ولا مش صح؟ الولد جده التاني. جده في 2010 كان بيلعب في اسكندري الله يفتح عليك الولد الباك احمد سعيد اوكا احمد سعيد وحد كان يعرفه هاني سعيد هاني سعيد هاني سعيد اظهرك على كابتن هاني سعيد واحمد سعيد يوكا اللي كان بيلعب موجود اعتقد سيردي باك تمام. فانت بتتكلم لا التوليفه حلوه وهو فاهم اللعيبه وبيعرف يحتوي لما حصلت مشكله ميدو حتى في 2006
ما قصيتش عليك ابدا صح ولا غلط يعني وعديته ومشيت عارف كل الاسماء اللي فبخلت علشان تحاول الصبر قال له شكرا مش هيلعب نفس اللي حصل مع ميدو ميدو كان نجم ميدو كان نجم كان مكسر الدنيا لكن لا الالتزام والانضباط فانت بتتكلم عشان كده كسب عشان كده بيكسب حضرتك في ناس من الجمهور مقتنع ان الفني فقط هو ده اللي بيخليك تكسب او تخسر مش عارفين ان في مقومات تانية زي العدل بين اللعيبه بينها وبين بعضها اختياراتك دايما تكون فيها توافق ما تعملش اسامي او ما تعملش حساب للاسامي اللي موجوده عندك ولا الاسامي الانديه تاخد اللعيبه اللي بتتعب اكتر واللي عندها جهد اكتر واللي تقدر تفيدك اكتر كل ده بيهدف في الاخر الى حياتك نجاح المنظومه كابتن جوهر رحمه الله عليه يعني ده الحزم والشده ملوش حل معاه ده ايه كابتن جوهر ده تروح التدريب يا على الحزم والشده يقعد مع اللعيبه بيموتوا فيه ليه بيعرف فيه معادله صعبه اللي هي ايه ازاي تبقى حازم وشديد وفي نفس الوقت تقدر تحتوي مشاكل كابتن حسن شحاته بيعمل كده دي بينجح فيها بس المهم عندك يبقى عندك جيل طالع من مدربين الشباب زي ما قلت كده عندنا ما شاء الله كابتن ربيع ياسين ربنا يديله الصحه عندنا طارق العشري حد محترم جدا وطموح ودايما فكر متجدد عندنا كابتن ايهاب جلال حد محترم جدا عندنا برضو زي ما قلت كابتن طلعت وكابتن حسام بس انت بتتكلم عاوز جيل يبقى عنده نبض البطوله نبض البطوله يعني انا عندي دايما متعطش البطوله داخل انافس مش هطلع اقعد بس اعمل مشاكل وازعق لا داخل انافس مع احترامنا لكل الناس لان في مدربين خدوا الفرصه من غير ذكر اسماء وفشلوا مع المنتخب الاولمبي مش هجيبهم انا منتخب اول بقى مع احترامنا ليهم استاذ ممدوح فهمي بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معاك اتكلمنا في ملفات عديده وكثيره ومحترمه جدا وبشكرك على ارائك الفنيه حبيبي انا مساكت كنت معايا كل سنه وحضرتك طيب وكلام في خير ان شاء الله ربنا يخلي حضرتك كنا مع الفقره الحواريه الثانيه مع الاستاذ ممدوح فهمي الناقد الرياضي الكبير هنروح لفاصل وبعديها نرجع نستقبل واحد من نجوم النادي الاهلي الكابتن احمد كشري خليكم معانا ولكن بعد الفاصل